انا خايف. تعرف تسكت؟ اعرف يا سيدي. انت متاكد يا عزوز ان هو ده المحل؟ ايوه، ليه اكبر محلات حلاوه العنتبل الست. اسمعوا يا جماعه، انا ما عنديش استعداد العب اللعبه السخيفه دي، انا ابن ناس متربي بصراحه. انت جبان يالا. يلا امشي، مش عايزينك. يلا امشي. انا ماشي. امشي اتفضل يا عزام. وسع وصلى على النبي. وسع 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 وصلى على النبي. اللي ما ينفعش تسحب. تعال 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 يا فندم. تعال يا دكتور. اللحمة دي مذبوحة في الشفخان في الخشفاء في السلخانة؟ أيوة بيه. فين رخص المحل؟ هي بيه. رخصة؟ حاضر. هي بتاعت البيه. شمع المحل بالشمع الأخضر، بالشمع الأصفر، بالأحمر، بالشمع الأحمر. تحت أمرك يا دكتور. إيه اللي حصل بس يا دكتور؟ اللحمة دي لحمة براني، مش بعيد تكون لحمة حمير. اتأكد في نفسك يا دكتور. الله. عندك محضر ذبح خارج السلخانة. ها؟ خلصت مهمتك على الظابط؟ تمام يا دكتور. متشكر قوي. كبير معلم بتاع المعلم حلاوه يا بيه. ما عشان كده لازم اخد على دماغه. وحيد هذا المعلم. استنى. انت بتهددنا بالغول بتاعك ده. الله العظيم ده حاجه. انت واقف عندك كده ليه؟ هات لنا عينه من اللحمه عشان نعمل لها اختبار مع الشوربه. يلا. حاضر. الشمع الاحمر جاهز يا دكتور. نفذ الخلع يا حضر الظابط. انت بتفرقني ده ليه؟ مش قصدي يا بيه. اتفضلوا يا حاج. ومش قصدي يا افتح شوط. خلص خلص. اوكي يا عصابس. اوكي يا دكتور. كله تمام. كله تمام. يلا بينا. وسع وصل على النبي. وسع وسع وصل على وسع وسع وصل على اتفضل يا فندم. وسع وصل على النبي. حسب العينه. خش. خدوها في العضل. خدنا كم من الدرج؟ 701 702 703 704. كويس. يلا عشان نلحق المحامي. واجب يا دكتور، بس مش متهيألي ان واد العربيه الهاني الاول. الواد انا خايف منه قوي، ده واد عايل. تفتكر ممكن يبلغ عننا؟ لازم نوري له العين الحمراء. بقول لك يا ده عزوز. ايوه. انت متاكد من المعلومات اللي انت تتهالي دي؟ عيد يا دكتور. طب عيل تبقى الخبطه الجايه جاهزه. وراك الزمن طويل عن تابلي. ازاي اضحك عليك يا؟ رحت شمشمت ورحت مكتب التموين لقيت ما حصلش حاجه. اصلهم دخل علينا احنا مظبوط يا معلم. معلش بكره بيسي جايبهم يا معلم. مبغور من وشي. البوليس ايه اللي هندخله في الحاجات دي يا معلم ونفتح على نفسنا فواتيح؟ انت ناوي تبلغ البوليس؟ سيبنا افكر في الحكايه دي. صباح الخير يا فندم. الله يرحمه. انا عندي بيان ضد واحد بيتاجر في ارواح الناس. بيتاجر في ارواح الناس؟ ايوه يا فندم، عشان يكسب وما عندوش مانع يقتلهم كمان. اتفضل. ورقه وقلم اهو اكتب اللي انت عايزه. طب ممكن يا فندم بعد سيادتك لما تتاكد من جديد البلاغ تخفوا اسمي؟ مفيش مانع. أفندي. فين المعلم حلاوه العنتبلي؟ مين اللي عايزنا؟ اتفضل معانا، في امر بالقبض عليك. بابا ما تتخضيش يا نوره، في غلط في المساله ضروري. خير يا حضر الظابط؟ في ايه؟ هتعرف كل حاجه قدام السيد وكيل النيابه. اطلبي لي المحامي وخليه يحصلني حالا. بعد بحث البلاغ اتضحت جديته. ده مين اللي بينخر ورايا ده يا اخوانا؟ وده التقرير الفني، واخد الرخصة على أربعة أدوار وبنيت 14 دور. الحق عليا اللي بفرك أزمة السكن. تفرك أزمة السكن ولا تجيب أجل السكان؟ يا بين الصهره. تتصرف في إيه؟ الأساسات بتاعتك ما تتحملش الأدوار دي كلها، والعمارة مبنية بمواد هشة وغير مطابقة للمواصفات الفنية. بيسرقوني يا بيه. اللي بيشتغلوا معايا بيسهوني ويسرقوني. وهم برضو اللي سهوك وبنوا 14 دور. ما تقول حاجة يا حضر المحامي. ممكن سيادتك تفرج عن موكلي بالكفالة؟ آسف. يحجز المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق. بس لو أعرف مين اللي إداني الزومبا دي أشرب من دمه. مسير أعرفه. ينصر دينك أبو كمال. هو هيروح مننا فين؟
وبالمناسبة السعيدة دي عايز اتكلم معاك في موضوع عائلي هام. خير؟ باختصار كده انا داير على واحدة وعايز اتكلم عليها. الموضوع ده طلع في دماغي قوي. مين بقى سعيدة الحظ دي؟ ما انت عارفها، انهار بنت خالتي. انهار؟ اكتشفت انها بنت حلال قوي وحنينة قوي وعندها بيت وعندها اساور. جواز مصلحة يعني؟ مصلحتي يا راجل، لا مصلحة ولا غيره. اسمع خميس، انا رايي بلاش، الا حواراتك توريطه زي دي. الله، كوني اخطب انهار تبقى توريطه ليا؟ لا، توريطه ليا هي. اسمع خميس، انهار بنت حلال عايزه تعيش، بلاش تمرمطها معاك. انت هتقفلها ليه؟ تكونش عينك منها. انا مش عايز اقفلها ولا حاجه، انا بنصحك بس. مالكش دعوه يا اخويا، مالكش دعوه، يلا بينا نخطبها. يلا. ايه ده؟ مالك انهار بتعاتل ايه؟ اتفضلوا. اصل عمتي بعافيه شوي، ودتها للدكتور عشان يكتب لها على دواء محشرة في المستشفى. يا الباقي في حياتك انهار. كويس يعني. طب ده بنت الحلال كنت تقولي الواحد فينا كان يجي معاك المستشفى. معلش، بسيطه ان شاء الله. قالوا هيعملوا لها تحاليل وممكن تخرج بكرة. أما أقوم أعمل لكم القهوة. أنا متهيألي مش وقته خميس. بتقول لك شوية تحاليل وهتخرج. ده أنت عليك حاجات يا جدع، أبويا في السجن وهي عمتها في المستشفى وأنت جاي تخطب. يلا يلا بينا قوم. طب والقهوة؟ قوم بس، قوم لا يقفشونا، قوم. افراد بكفاله 3000 جنيه زي بعضه، ادفعهم مع حد محامي. وامر بازاله العماره. ايه؟ هذه العماره كلفتها ربع مليون. احمد ربنا انها ما تهددش على الناس. هو حضره الضابط مش هيني؟ لا مش هيني، اشكركم. يا ناري لو اعرف مين اللي بلغ عني. يا بابا ده انت اصول تشكرهم. انت كلامك بينقطني، انت تسكتي نهائي. ست نوره برضه وده وقته يعني. انت تخلص خالص. يلا يا بابا نروح نعمل اجراءات. يلا يا بنتي. هتدي العماره على دماغه. يا حلاوتك يا حلاوه. الخطوه الجايه عارفها يا عزوز؟ طبعا عارف. والمعلومات مظبوطه. بيشتري اللحمه من الجمعيه ب 68 وبيبيعها بالغلا والكاو. كويس، المهم تبقى كارثه في اللحظه المناسبه عشان الظابط وهو متلامس. يا ابني انت مش بتقول ان ابوك صراماتي؟ ما تقولش صراماتي يا معلم، صرامات الله. انا هقول لك، انا اصلي يعني اقول يا ابني ان الراجل على باب الله يعني. اصل الحاج ابو خميس كان محوش قرشين عشان يحج، فاحنا هناخدهم يعني. لسه الف مبروك يا معلم. الف مبروك. اتفضل يا سيدي المعلمين. اتفضل يا سيدي المعلمين. الف مبروك يا معلم. الف مبروك يا سلامة يا معلم. مبروك على رجليك لينا يا معلم، المحلات نورت يا معلم. اشكر يا ابني انت وهو، كل واحد يشوف شغله بقى. حاضر يا معلم. يلا يا سيدي انت وهو. ولا شير ده. نعم ايه يا معلمي؟ خدت كوبايه ميه ساقعه عشان ريقي ناشف قوي. تؤمر يا معلمي. اوعى يا انت وهو. اتفضل يا حضرة الدكتور. افزع في المحل. احنا افتح التلاجة. افتح التلاجة. اللحمة دي مذبوحة بمعرفتك؟ طبعا بمعرفتي. مال بمعرفت الجيران؟ اتكلم بأدب. حضرة الضابط شمع المحل. محل ايه اللي عايزين تشمعوه يا نصابين؟ اقفل الابواب ولا واسحب السكاكين انت وهو. انت اتجننت؟ والنبي ايه؟
انتوا وقعتوا في الخايه ولا حد سمع عليكم؟ انت عارف معناها ايه اعتداءك على رجال التموين؟ وقوة البوليس؟ بوليس؟ بوليس مين يابا؟ انتوا وكلتوها للواد المره اللي فاتت هتوكلها لي انا؟ دور ضرب فيهم ولا لا؟ السيارة هو اي حد هيتحرك هضرب في المليان. حط التدعيم القوي يا امين. بس حضرتك. ايوه يا دكتور. بعد المعاينه الاولانيه البلاغ مظبوط واللحمه لحم الجمعيه فعلا. لا يا راجل، اللحمه ب 68 قرش تبيعها ب 4 جنيه يا راجل، حرام عليك. الله الله الله، هي الحكايه جد ولا ايه؟